قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن احتضان الكويت لمهرجان المسرح العربي ونجومه يزيد مسارحها إشراقا بفن رفيع ورسالة حضارية وإنسانية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ممثلا لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح المهرجان الذي يقام تحت شعار نحو مسرح عربي جديد ومتجدد. نحو مسرح عربي جديد ومتجدد. تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي، متضمنة فعاليات متنوعة تختص بالشأن المسرحي العربي، وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. في ليلة عربية جامعة من ليالي كويت العطاء وعلى أرض الكويت مركز الإنسانية العالمي، وفي يوم المسرح العربي، يشرفني أن أنوب عن قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة التي تنطلق تحت رعاية سموه حفظه الله ورعاه تحت شعار نحو مسرح عربي جديد ومتجدد. إن دولة الكويت وهي تحتضن هذا المهرجان المسرحي الهام بنجومه من المحيط إلى الخليج العربي لتزداد مسارحها إشراقاً وتلألئاً بفن رفيع ورسالة حضارية. اليوم ودولة الكويت تستضيف الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي تؤكد وتثمن الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العربية للمسرح من أجل الارتقاء بفنون المسرح العربي ليكون معبراً عن آمال وطموحات شعوب دولنا العربية في الرقي والتطور. تحمل الدورة الثامنة التي تحتضنها دولة الكويت العديد من الأنشطة من حيث عدد المشاركين فيها، والذي وصل عددهم حوالي 400 مشاركا في أنشطتها المختلفة الموزعة على مسارح الكويت. أن تكون هذه الافتتاحية المسرح العربي على أرض دولة الكويت في دورة الثامنة تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، سعداء أيضا بوجود هذه النخبة المتميزة من الفنانين العرب من مختلف الأقطار، سعداء أن يكون هذه الاحتفالية وهذا المهرجان وهذه المناسبة الجميلة اللي تتكلم عن وتتحدث عن من خلال إبداعات الفنانين على أرض على خشبة مسرح دولة الكويت، سعداء بأن يعني أن نستضيف هذه الكوكبة من المبدعين المتميزين في مختلف أقطار الدول العربية. وللكويت التي ساهمت في بناء ثروة الوطن العربي والمواطن العربي الثقافية على مدار 6 عقود، إذ كان نشر الثقافة ديدنها، فلا تخلو مكتبة صغرت أم كبرت من أقاصي الأرض العربية إلا وفيها مجلة العرب وعالم المعرفة، وما من مسرحي إلا وكانت سلسلة المسرح العالمي زاده وزواده، وما نحن فيه وعليه وما نحمله في عقولنا من صحائف إلا وفيه سطر من ثقافة أهدتها لنا الكويت. هذا المهرجان يعد مناسبة وبوصلة لمسارات الإبداع المسرحي في الوطن العربي، ويتضمن المهرجان أيضا فعاليات متنوعة تختص بالشأن المسرحي العربي، منها عروض مسرحية ومؤتمر فكري وندوات، كلها تصب في تحقيق التواصل وتبادل الرؤى والأفكار بين الفنانين والمهتمين بالفن المسرحي من جميع أنحاء دول العالم العربي. من مهرجان المسرح العربي بدورته الثامنة، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.